بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ الحلقة الثالثة، الدرس الثالث من برنامج الكورال وربطه بالارت كام. مثل ما قلنا سابقا انه الكورال اروع ما يتميز به هو الكتابة، وعنده تحكم بالكتابة ما موجودة باي برنامج ثاني على حد علمي يعني. فاليوم راح نشوف يعني راح ناخذ الدرس ونركز تقريبا على طريقة تحويل كتابة بحيث تنسجم مع رسم موجود راح ننفذه لاحقا في درس إضافي أيضا على الأرتكام. طيب، الفكرة هي كالآتي، أنه هذه الجرة اللي عليها الكتابات هذه، إحنا ما نستعمل هذه الكتابات، راح نسوي كتابات خاصة بنا. طيب، فنأخذ الجرة ونخليها داخل الكورال، مجرد دراج أند دروب، يعني أخذ وأرمي، يعني نبقي الماوس نشلب بالجرة إلى أن نخليها داخل الكورال. طيب، هذا راح يطلع لنا بالكورال، تطلع لنا هذه الصورة. طبعا أنا هذه الصورة أقدر أكبرها للقياس اللي أنا أريده، ممكن عن هذا القياسات اللي هسه أنا عندي حاليا هي 8 سنتيمات تقريبا بسبعة. أنا يعني أريد أكبرها، أسويها يعني 150 مليم في يعني أيضا لتكون 150 مليم، وأقول له أن انتر، وراح يحول يعني للقياس اللي أنا راح أشتغل عليه. طيب، هسه أنا أريد أكتب هنا بهذه الكلمة، بهذه الجرة جملة، أكتب سبحان الله والحمد لله. طيب، الفكرة بسيطة جدا، وهي أن أجيب كتابة، يعني راح أكتب أنا يعني خط خلينا نقول 72، اوكي، راح اكتب الله، لفظ الجلاله الله، وتحتها الحمد، وتحتها سبحان. طيب، بعد ما كملت هذه الكتابه راح اجي هسه احول هذا الخط، هذه الكتابه، من كتابة تكست إلى خط، يعني كأنه مرسوم بالخطوط، يعني كأنه مرسوم بالقلم، يعني مرسوم بأدوات الرسم، بهذه الأدوات وليس بالتكست. العملية بسيطة جدا، أما نختار نضغط على الزر الأيمن ونقول له convert to curve، أو ندوس control Q، أو نروح على object موجودة هي بالobject control Q أو convert to curve، يعني بالأوبجكت موجودة. طيب، نختارها هسه، حول لنا إياها كلها إلى يعني بعد ما يفهمها كخط، ما يفهمها كتكست، يفهمها كخطوط مرسومة. طيب، لكن المشكلة أيضا أنه هذه كلها صايرة جزء واحد. هنا بالبرنامج إحنا عندنا جروب وان جروب، لكن هو هنا يفهمها كبارتس، كأقسام ومربوطة. فراح أيضا رايت كليك عليها ثانية ونقول له break curve apart control K، أو أيضا بالأوبجكت موجودة هي عنها break apart. طيب، بعد ما فصلناها لاحظنا أنه هسه بعد يعني هسه حاليا بعد كل حرف، حتى مو الأحرف، حتى الجزء الداخلي هذه الدائرة أيضا هذه اعتبرها منفصلة، يعني غير مستقلة. طبعا احنا هذه حتى حاليا هي باللون الاسود، فلازم احنا نحولها الى اللون الابيض. فنجي على التلوين، هذه اداه التلوين، ونختار من هنا اللون اللي احنا يناسبنا، ممكن بهذا البيكينج تول، ونختار اللون الابيض، وتكون هسه هي صارت لون ابيض، لكن هي طبعا لكن هي حاليا مخفية للداخل. نظهرها، نقول رايت كليك، اوردر، برينج تو فرونت، تو فرونت اوف بيج، يعني اسحبها الى الامام. نفس الشيء ايضا هذه راح نقولها نسحبها للامام، اوردر، نسحبها للامام، وراح نجي على التلوين ولونها اسود، راح نسويها الى لون ابيض ايضا بالبيكنج تول. طبعا انت مو شرط ابيض، ممكن اي لون تختاره، يعني هذه مصدرة الالوان موجوده عندك،
وانت تختار اي لون يعجبك. احنا راح نختار نشتغل على الالوان الاسود والابيض فقط. طيب نرجع على الموفينج تول او البيك تول. طيب هسه انا راح اجي اجمع هذه الكلمات كلها مع بعض. يعني انا رايي انه نسحب هذه للخارج. طيب ونجيب الدال نقدمها لهنا ببساطة. نروح على الشيب تول اللي هي هذه اللي تتعامل مع النقاط، وراح أقول له اسحب لي كل النقاط، يعني خلي اختار اكثر من حرف. هو لانه هسه حاليا شنو هسه عنده هذا حرف مفصول عن هذا الحرف، فأنا أريد أسحب من هذه النقطة، مو أسحب من الحرف فقط. فأجي أختارهم الاثنين وأجي على الـ Shape Tool، وراح أقول له هذه النقاط كلها اسحب لي إياها، هذه النقاط كلها اسحب لي إياها إلى الخارج. طيب صارت بهذه الصورة. هسه ممكن أيضا الميم أسحبها، أجي أيضا على البيك تول أختار الميم وأختار الحاء، يعني شفت كليك على الثنين، وبعدين أختار أيضا هذه اختيار النقاط، وأيضا هذه أسحبها كلها أجيبها تحت الميم حتى أوسطها، أو يعني بعد أكثر أجيبها. أوكي طيب الميم ايضا ما اختاريناها احنا، واللي هي صارت هذا الميم، نجيبها نرجعها مكانها. طيب ونقدر ايضا نجيب نقطة الباء شوية نقدمها، وايضا نقدر نجيب الحاء ايضا نفس الطريقة، نختار الاثنين ونجي نختار نقاطهم ونقولهم هذه النقاط تتقدم شوية لقدام. أوكي هسه نجي نختار الأليف واللام، الأليف واللام، وروح على النقاط ونقول له هذه النقاط ارفعنا إياها للأعلى حتى تصير منسجمة مع، نعم هذه الطريقة. حتى هسه لما نجي نجيب لفظ الجلالة ونخليه هنا في الوسط يكون أيضا الأليف داخل وياه. طيب هسه أنا هذه هنا صار عندي فراغ، أريد أجمع هذه الفراغات، أختارها الأحرف كلها والأليف والنون والنقطة أيضا، وأقدر أدخلهم للداخل أجمعهم بهذه الطريقة. أوكي والباء أيضا أرجعها لمكانها، أجي على الحمدو وأيضا أدخلها للداخل، أو أستعمل الطريقة السابقة اللي هي طريقة الشفت والنقاط والبيكينج تول، أجيبها للداخل. أوكي أجيب الميم أرجعها وياها. طيب وهسه أجيب الدال أيضا أرجعها للداخل، كنترول زد. وأكون أني سويت يعني شكل، يعني خلينا نقول يعني هرمي أو متناسق إلى حد ما. طيب هذا الخط هذا راح أحوله كله إلى جروب بالأوبجكت، أسوي جروب أو كنترول جي أدوس عليه
طيب أجيبها كلها أدخل عنانة، وهسه أريد أنطي هذا الشكل، شكل هذه الجرة، هذا الشكل أنطيه فقط. أوكي، ببساطة أجي إلى هذا الأوبشن اللي هو انفلوب. بالانفلوب أنا راح أتعامل مع نقاط، راح أوجه النقاط بالطريقة اللي أنا أشوفها مناسبة عندي. يعني راح أنطي النقاط كل الشكل. اللي مطلوب ممكن اختصر الطريق اختار هذه المجموعة وأحولها إلى أحد الأركان، ننزل شوية ونخليها كلش بالركن ونكبرها. أو نرجعها للقياس الصحيح. أوكي، وهسه نبدي نتحكم بها. يمكن هذه الطريقة يعني أسلم. أنت هذه يعني حسب هذه تعتمد على ذوق الـ يعني المشغل للبرنامج. طيب أحتاج شوية أيضا منه. أوكي طيب، طيب بعد ما خلصت من هذا التشكيل، من تعديل الشكل حسب شكل الجرة، أنا هسه راح أبدي أصدر هذا الرسم إلى الارت كام. راح انتهيت من الصورة، أنا بعد ما أحتاج الصورة، وراح أحوله بصيغة ال دي اكس اف. راح أقول له اكسبورت ك دي اكس اف يعني، وراح اخليها بسي ان سي او قناتي، بعدين نحولها نقول لها سبحان يعني الدرس. احنا هسه الدرس الرابع الكورال. كورال اوكي، اربعه كورال اكسبورت. وراح يسالنا يعني هل احولها ككيرف او كتكست. طبعا ككيرف، والفورمات كلها يقبلها، والكلر اسود، واقول له اوكي. يعني هسه انا حاليا عندي الشغله اللي سويتها اصبحت جاهزه، ممكن استقبلها لاحقا. هذا الفايل اصبح عندي هسه جاهز، اسحبه بالارت كام واشتغل عليه. انتهى درسنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.